خلينا نروح لاخبار النادي الاهلي ونشوف النادي الاهلي ايه اللي حصل فيه. وفريق كره اليد السيدات النادي الاهلي بيفوز على نادي سبورتنج بنتيجه 21-19. الماتش كان يوم السبت اللي فات في صاله الاهلي. المباراه كانت قريبه جدا، مباراه صعبه، لكن خرجنا منها كمان باصابات. خرجنا باصابه نصر عيد في الركبه، وخرجنا بصلاح حسام اصابه، لكن فعلا البنات ادوا اللي عليهم، وبالذات كمان بالاخص لازم نقول ان تالق ايه الحوتي اللي هي حارسه المرمى مواليد 98 كانت ما شاء الله عليها في المباراه. الموضوع مختلف، حارس المرمى في كره اليد هو نسبه 70 80% في اداء الفرقه، وفعلا قدرت تحول الدفة وقدرت تخلي النادي الاهلي واقف في المباراه بدفاع قوي جدا كمان مع ليلى هيثم، وكمان تالق نصر عيد قبل ما تتصاب وامينه عاطف. فعلا كان الفريق عند المعاد. الشوط الاولاني انتهى لصالح النادي الاهلي 11-10، لكن قدر البنات تخلص الماتش بنتيجه 21-19. كان اخر مباراه لسيدات الاهلي الفوز على نادي هوليليدو بنتيجه 37-12 في بطوله منطقه القاهره. الاهلي بكره ان شاء الله هيلعب مع نادي المعادي على صاله الامير عبد الله الفيصل في بطوله منطقه القاهره. معانا تقرير عن المباراه واللي حصل في المباراه لنادي سبورتنج، نادي منافس للنادي الاهلي في بطوله سيدات كره اليد، لكن النادي الاهلي ان شاء الله يحافظ على لقبه لانها البطوله المفضله لسيدات كره اليد. خلينا ناخد التقرير مع كابتن ياسر صلاح ونجمات الفريق وترجعوا لنا مره ثانيه قالوا ايه بعد مباراه الاهلي وسبورتنج في الدوري او بطوله الجمهوريه. هي مباراة طبعا صعبة لأنه هو يعتبر ديربي، هو المنافس رقم 2. ماتش طبعا صعب لينا كمان بعد رجوع الإصابات، يمكن لسه في يعني يمكن نصرة ورجعت لها إصابة تانية الله أعلم الركبة. هنشوف التقرير بتاع الدكتور هيقول إيه، لأنها لسه راجعة من إصابة، ده يمكن ثالث ماتش ليها. كنا مدرجلينها الماتشات اللي فات بس ربنا رايد وان شاء الله تبقى تقوم بالسلامه باذن الله. هنطمن النهارده المباراه الاول مشيت جون بجون، ويمكن في الاول 10 دقائق او ربع ساعه كانوا هم فارقين فرق 2. الحمد لله عرفنا نرجع المباراه. طبعا احنا النهارده معانا كلهم يمكن معظمهم صغر السن، بس الحمد لله بالنواقص اللي عندنا الحمد لله ربنا كرمنا. لعيبه الحمد لله نفذت المطلوب منهم وحولنا الهزيمه لمكسب الحمد لله. والله لسه اصابه نصر مش عارفين هترجع امتى، بس انا عندي ساره الخولي ان شاء الله ترجع اخر الشهر ده، يعني اول الشهر تلعب. عندي يارا هترجع بعد شهرين ان شاء الله. وعندي سارة حسام يمكن عندها حاجة في كعب رجليها، إن شاء الله على آخر الشهر ده بترجع. عندنا إصابات كتيرة بس الحمد لله عندنا البدائل موجودة إن شاء الله. عندنا ماتش مهم جدا يوم الثلاث المعادي، ربنا يسهل فرقة من الفرق كويسة، فإن شاء الله نعمل ماتش كويس بإذن الله. الماتش كان يعني كنا عاملين له حساب، يمكن دي من الفرق اللي احنا بننافسها في الدوري. كنا محضرين كويس قوي للموت، عملنا الحاجات الكابتن ياسر قالنا عليها، يعني اتفقنا عليها في الميتنج، بس يعني حاولنا نكون قد المستوى يعني رغم الاصابات اللي كانت عندنا. يعني الفرقه كلها واحد، الفرقه كلها نفس المستوى، يعني بيبقى في غيابات مقصره معانا بس كلهم قد المسؤوليه. يعني بصراحه استعداداتنا ان احنا ان شاء الله نظهر يعني نتمرن اقوى، وان شاء الله يعني كابتن ياسر عامل خطه يعني للتدريب وكده، وان شاء الله نكون نظهر بشكل اقوى كمان ان شاء الله باذن الله.